الحمد لله على السلامة. كان في حادثة شوية كده حصلت في ال يعني أنا ماشي كده وحد يعني متهور شوية بسرعة يعني جامدة جدا، بس ربنا ستر. الولاد كانوا معك كان معايا كان حبايبي؟ عمر في المدرسة، ومامته كانت معاه عيد ميلاده، حبيبي فبتحضر له في ال حبيبي فكان في الكلاس عنده، وأنا رايح أنا ومريم وعلي، وحصل اللي حصل بقى، الاكسدام راح شويه ما اعرفش، بس الحمد لله العربيه يعني تقيله فربنا وانت ستر. الريفلكس تبعك يمكن كمان رد الفعل كان كويس، يعني انت لان انا يعني الخضه خلتني يعني اتماسك كتير جدا واكون مثبت في الدريكسيون، ايوه فالحمد لله ربنا ستر يعني الحمد الحمد لله. لله الحمد طبعا لله. اول شيء خفت عليه الاولاد طبعا طبعا اول حاجه حبيبي يعني حبيبي اول حاجه هم تترعبوا شويه كتير، اكيد وعلي كمان طبعا الصغير يعني كان عنده يعني لسه علي عنده 3 سنين يا يعني. حبيبي علي. بدنا نقول هابي بيرثدي لعمر اول شيء، كل حبيب سنه وانت طيب وعقبال حبيب مليون سنه يا رب، وبابي هيك يشوفك فارس بتجنن، فارس باخلاقك، فارس بنجاحاتك، وعلي كمان ومريم حبيبي حبيب الله يخلي لك حبيب كمان.